الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، بعد أن انتهينا من الكلام على بابي المساقات والمزارعة انتقل بنا الناظم عفى الله عنه إلى باب جديد من أبواب فقه المعاملات، وهو باب الإجارة. وحتى تعرفوا المقصود من الإجارة أقول لكم: اعلموا أن البيع ينقسم إلى قسمين، إلى بيع أعيان وإلى بيع منافع. فبيع الأعيان أن تنتقل السلعة بعينها ورقبتها من البائع إلى المشتري، وأما بيع المنافع فإن السلعة تبقى على ملكية البائع ولكن المشتري يملك منفعتها فقط، يملك منفعتها. فإذن إذا قيل لك ما الإجارة، قل هي بيع المنافع باختصار، هي بيع المنافع، وهي مأخوذة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا. وأما في الاصطلاح فكما قلت لكم هي تمليك المنافع أو بيع المنافع المعلومة. ثلاث كلمات تعرفك باب الإجارة: تمليك أو بيع المنافع المعلومة. فإن قلت وما حكمها، فأقول أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جوازها، لم يخالف في جوازها أحد من أهل العلم، وقد نص على هذا الإجماع جمع كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومستند هذا الإجماع الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال الله عز وجل عن موسى والرجل الصالح، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فهذا دليل على أن الإجارة كانت معروفة في شرع من قبلنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط لأهل مكة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرته أو قال أجره. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. وقد استأجر عبد الله بن الأريقط هاديا خريتا يدله على طريق المدينة في حادثة الهجرة. بل إن القياس والاعتبار الصحيح يدل على مشروعيتها وعلى أنها من جملة ما خفف الله عز وجل به على عباده. فإن كثيرا من الناس يحتاج إلى سلع لا يستطيع شراء رقبتها، فعلى الأقل يخول بشراء منافعها. فكم من إنسان يريد بيتا ولا يستطيع أن يشتري بيتا، فأجاز الله عز وجل له أن يستأجر منفعة البيت، فما لا يدرك كله لا يترك كله. وكم من إنسان يحتاج إلى سيارة ولكن ليس عنده من المال ما يشتري به سيارة مستقلة، فلا أقل من أن يستأجر سيارة بثمن معلوم كل شهر. فالحاجة داعية إلى هذا الباب. فالبيع إما أن يقع على الأعيان وإما أن يقع على المنافع، والإجارة عندنا هي بيع المنافع.